أعزائي مشاهدين الأقباط، خاصة في مصر وفي كل أنحاء العالم، النهاردة بنقابل شخصية عزيزة على قلوبنا كلنا جميعا، سواء في الداخل أو في الخارج. شخصية عانت من الظلم سواء من الحكام أو من المسؤولين. كان موقعه في كنيسة من أعرق الكنائس على مستوى العالم، قابلته مشاكل كتيرة، حل منها جزء والجزء التاني ما تحلش. حاول يدافع عن أقباط مصر في الداخل، حربوه. ساب مصر وطلع في الخارج، اتهموه وقالوا ده ساب المسيحية وعمره ما يعمل هذه الغلطة وهيسيب المسيحية. حبيبنا وحبيب الكل أبونا مرقص عزيز، بنرحب بك يا أبونا في برنامجنا المفضل همومنا القبطية اللي بنذيع أول حلقاته النهاردة، وبنقول لك إحنا سعداء جدا في البرنامج ده. وأنا سعيد إن أتقابل معاكم في أي وقت، وربنا يبارك حياتكم ويحافظ عليكم وتجاهدوا علشان ترفعوا راية الصليب وراية المسيحية. قدس أبونا، مش عايزين نخوض في الأسباب اللي خلتك تسيب مصر، هنا خدمة وهنا خدمة، ولكن صاحب خروجك من مصر إشاعة إن قدسك تركت المسيحية، والحمد لله أنت منور الشاشة النهاردة ومنور للكل، ويعني وجود قدسك بيكذب كل اللي اتقال، بس عايزين نسمع من قدسك. اتفضل يا قدس أبونا. أنا خدت على الإشاعات اللي بيطلعوها، وإحنا الإعلام عندنا في مصر كله إشاعات، يعني مش الإعلام بس، الإعلام والحكومة. ويمكن لو حضرتك بتابع، أنا بكتب كل يوم حاجة في جريدة الوقت، فكنت كتبت مقالة للدكتور مصطفى الفني وقلت له فيها: عفوا دكتور مصطفى، أنت لا تقول الصدق. بعدها بأسبوع بعت رسالة تانية للدكتور فتحي سروق، قلت له بنفس الطريقة. وبعدين بعت رسالة لمفيد شهاب، قلت له برضه اتكلم كلام مفيد يا دكتور مفيد. وبعدين قلت له أنا نفسي ألاقي واحد مسؤول ثاني، لأن لغاية دلوقتي ما لقيتش غير مجموعة من الكذابين. فلما يطلعوا إشاعة إني اعتنقت الدين الإسلامي، أنا وقتها عملت حلقة في برنامج انا بعمله اسمه اجوبه بلا رتوش. وفاكر في الحلقه دي كنت لابس 7 صلبان علشان اقول بصوت عالي: حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. وقلت لهم ان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، لكن عندنا نحن المخلصون قوه الله. اللي يقول ده معناها انهم خلاص جعبتهم فاضيه ومش لاقيين حاجه يقولوا، ربنا يهديهم وينور بصرتهم. كنا عايزين قدسك نبدأ كده وناخد رأي قدسك في بعض الأحداث اللي حصلت في مصر، ونبدأ بآخرها اللي هو حصل امبارح. زي الحادثة بتاعة مطرانية طمة اللي الناس طلعت وكسرت الصلبان، في ظل العبارة الشهيرة التي نسمعها دائما: التخاذل الأمني. ما تعليق قدسك؟ لا، هو مش تخاذل أمني، هو في نشاط أمني، ولكن نشاط مضاد للكنيسة. يعني الأمن مش بس بيقف متفرج، لكن أوقات بيكون ليه دور مساند للناس اللي هم بيهاجموا الكنائس، مش بس متفرج. وشفت الكلام ده ساعة أحداث اسكندرية، لما كان فيها استشهاد أحد ولاد المسيح. الأمن للأسف هو سبب مشاكل الأباط. الأمور اللي توصل للأمن عمرها ما بتمشي. أما موضوع هجم السلطان، هم عندهم إخواتنا المسلمين للأسف الوثيقة العبرية بترفض ان يكون في علامه صليب مرفوع، بترفض ان صوت الصلاه يظهر، بترفض ان لو في
واثقين من ديانتهم. ايه ده؟ طب ما احنا بنسمع الاذان 5 مرات كل يوم، وبنسمع شتايمنا في الخطب بتاعتهم، اللهم يكتم نسائهم، شرد اولادهم، خرب بيوتهم، ومع هذا احنا صامدين وثابتين واللقطات بخير. لكن ده نتيجه ضعف، نتيجه ان هم حاسين ان اللقطات كانوا قبل كده ثابتين واتعاملوا باسلوب كل حب على امل ان الناس دول يقدروا. لكن للاسف يبدو ان هم فهمونا غلط. افتكروا وهم عارفين ان المسيحيه كانت محبه، افتكروا ان لما الكتاب المقدس يقول لنا من لطمك على خدك حي هو الله الاخر، نبقى احنا في الحاله دي ملقطش. لا، اللي قال حول يدك خدك الاخر علمنا ان احنا نطالب بحقوقنا، وعلمنا ان احنا نكون صوت صارخ ونقول لا ونتحدى اي حد ما دام معانا حق. طيب معلش.